عملت الدولة على مدار عام كامل على تحقيق العديد من المحافظات والخدمات للمصريين في الخارج، فقد وفرت الدولة الكثير من المحافظات المخصصة للمصريين بالخارج تلبية لطلباتهم واحتياجاتهم بتخفيضات خاصة لهم في مقابل الدفع بالعملة الصعبة، تنفيذا للتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج عام 2022 ومؤتمر المصريين بالخارج عام 2023.